الصحافه ما تصورش؟ علاش الصحافه ما تصورش؟ علاش الصحافه ما تصورش؟ حنايا عمال شركه خبيرسا، هذه شهر حنا في الزنقه، عملنا جميع المحاولات مع الباترون، ما عمل معنا حتى شي حل. حنا 15 يوم وحنا في الشركه واقفين، جاوا الصحافه عندنا، المهم الصحافه بجميع الاشكال ديالها جاوا عندنا الا المسؤولين، حتى شي مسؤول ما جا عندنا، حتى شي مسؤول ما جا يسخصي هاد الناس هادوم علاش؟ واش عندهم؟ واش اللي وقع لهم؟ ولهذا حنايا قررنا حنا ما عندنا لا نقابه لا ديليغيين، هاد الناس هادو كاملين كل واحد مسؤول على راسو. حنايا جينا لهنايا باش هاد المسؤولين هادو اش اذا كانوا ما شافوناش يشوفونا يعطيونا شنو كاين، واش الشركه عندها سيزي؟ ما نزل معنا حتى شي واحد يقول لنا شنو الشركه شنو الوضعيه ديالها، واش هي سيزي؟ السيد ما حطش شي ورقه بانها فيها سيزي. اذا شنو حنا المصير ديالنا؟ واش مطرودين؟ واش باقي خدامين؟ واش مهمشين؟ واش حنا ماشي في دوله الحق؟ ما عندناش الحق ديالنا هنايا. هاد السيد هذا نهار اللي جا من الشركه وعلى ما اظن جا عندهم ونزل المسائل ديالو ونزل الضرائب ديالو، نهار اللي كان ماشي بحالو شنو عمل؟ خرجنا لا تا شي وثيقه كدل على اننا مطرودين، تا شي وثيقه كدل لا في التفتيشيه لا في الولايه. وننعز بينا الحال حنايا هي المسؤولين ديالنا ضد الدوله وحنا ما جا هضر معنا. حنا 15 يوم في الشارع الرئيسي، اللي مشى كيشوفنا واللي طلع كيشوفنا وتا شي واحد ما جا هضر معنا. شنو حنايا ما عندناش الحق في هاد الدوله هادي؟ 400 شخص كاملين ما مش بلا ما نقول لك الوضعيه ديالهم شنو هي، وضعيه مزريه 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 مزريه، وتا واحد ما جا هضر معنا. حشومه كنطلبوها من المسؤولين يجيونا عندنا ويعطونا شي وثيقه كدل هاد الشركه على انها عندها السيزي باش نمشيو نعدلوا المسائل ديالنا. السيد خرجنا على داهي باش نعاودوا لان هضرنا وهضرنا، عطينا شي ورقه كدل هاد الشركه بان عندها السيزي. الدراري ما كيمشيو يسخسيو كيقالوا عندنا معطيات. شنو هاد المعطيات؟ المعطيات من حقنا حنا نعرفوها، المعطيات فقط، ما كاينش شي وثيقه محطوطه في التفتيشيه ولا محطوطه في الجهه ديال الولايه، ما كايناش. المطالب ديالنا هي يجيو يعطيونا الحق ديالنا نمشيو بحالنا. ما حنا ما نقابيين، ما كنكرر ما نقابيين، ما عندناش حتى شي فعل النقابه هنايا. حنا كل واحد كيهضر على الحق ديالو، كخصنا شي وثيقه. هاد الباترون هذا هز الرحال ديالو مشى وخلانا حنايا، يعطينا شي ورقه كدير على السيزي، حتى واحد ما يبقى هنايا. حتى شي واحد دابا نتحداهم ينزلوا لنا الوثيقه نشوف حنا باش هاد السيزي بالشفاوي. 10 سنين حنا خدامين في هاد الشركه هادي اللي اليوم واقفين حدا باب العماله كنحتاج. شهر حنا كنسمعوا عندي معطيات السيزي يا عباد الله، وشهر حنا في الزنقه كنسمعوا معطيات السيزي. مسؤول يجي يدينا ورقه السيزي، قلنا هاد الشركه عندها سيزي، والله ما نوقفوا دقيقه ولا نوقفوا دقيقه. دينا الطرد ديالنا نشوف حنا، ندبروا على راسنا ولا نحرقوا راسنا ولا نعملوا اللي بغيتوا في راسنا، ولكن باش استحمرونا حتى لهاد الدرجه هادي جينا بمسيره سلميه عند السيد العامل يتدخل شخصيا يشوف من الحل ديالنا. حنايا عينا وعينا ما نجيو عنده. 15 يوم عملنا الطلب للجنه الاقليميه، 15 يوم من دابا مشينا التفتيشيه، التفتيشيه اللي سردتنا عند اللجنه الاقليميه، سردنا الطلب السيد العامل، واش وصلوا ولا ما وصلوش الله اعلم. 15 يوم حنا كنتسناو الرد، ماشي جينا وجينا لهنايا، 15 يوم حنا كنتسناو الرد مع عند السلطات. شوف شنو عملت اللجنه الاقليميه، حتى واحد ما كيرد علينا، حتى واحد ما كيجاوب علينا. اخوتي كما كتشوفوا المشكل ديالنا راه طالع في الاعلام كامل والصحافه كامله. المشكل اللي عندنا ديال 460 عائله كامله تشردت للزنقه بدون سابق انذار. دابا حنا مازالين كنستناو هذه شهر وحنايا في الزنقه. عمل معنا العامل بان يكون اللجنه باش يجلس مع مسؤول الشركه ديالنا باش يفتح الدوسي يشوف شنو عندنا حنايا، واش السيد عنده سيزي، واش حنا مطرودين ولا حنا مفصولين. باقي لحد الساعه دابا 15 يوم داز على هذا الطلب، ها هما قال لك غيكون لجنه، واش هذه 15 يوم باقي اللجنه ما تكونت؟ الاقليميه عامله موعد شهر 4 في 1 غيتجمعوا هاد المسؤولين مع المسؤولين ديالنا مع الناس اللي معاملينهم حنايا. شهر 1 4 شحال دابا في الشهر؟ 16 شهر 4. إذا
هادشي كامل عيب باش نعرفوا راسنا واش حنا مطرودين ولا باقي مستمرين ولا الشركه عندها السيزي ولا شنو عندها. القايد بيدو كيقول لك الشركه عندها السيزي بالشفاوي، حنا خصنا شي وثيقه باش حنا نمشيو في حالاتنا. وعينا صابرين هذه شهر حنا مسيبين في الزنقه، العواشر هذه الناس كامله هنايا بولادها، الناس كاملين هنايا مقصحه، الله يحسن العون، واش هما ما كيحسوش؟ ما عرفتيش النيال. صافي هادشي اللي حنا كنطلبوهم يشوفوا لنا من حالنا دابا، من عاودنا للعماله تانا فيناتي، العماله راه صافي راه متفوقي في الشركه راه ما سقسى فينا حتى شي واحد، ما جا عندنا حتى شي واحد، عاودنا حنايا النان، وكنطلبوهم يشوفوا لنا من حالنا، يشوفوا الحال ديالنا، وهادشي اللي كنطلبوه دابا حاليا. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.